الرسته 7/8/2012 استمرار القصف على مدينة الرستة دون انقطاع برواجم الصواريخ وقذائف الهاوي والدبابات 72 تقصف مدينة الرستة. الرستة انعدت على بشار الأسد فاستخدم عليها أكثر أنواع الأسلحة. الله أكبر عليك يا طاغي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الرستم تقصف برواجم الصواريخ يا بشر يا عرب يا إسلام. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر عليك يا طاغي الله أكبر عليك يا طاغي. حسبنا الله ونعم الوكيل. الرسل أن تقصف براجم الصواريخ يا بشر يا عرب. يسأل سائل هل هناك إسلام؟ هل بقي هناك إسلام أو عرب أو بشر؟ لا والله. الرسل أن تقصف يوميا وكل سوريا تشتعل نارا والإسلام لم يتحرك حتى الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك يا طاغية.